أحد المكونات الأكثر فعالية في منتجات العناية بالبشرة، يتم تقدير فوائده منذ أجيال عديدة. يستخلص من النباتات العصارية. ما هي فوائد جل السبار؟ اكتسب جل السبار شهرة واسعة كعلاج فعال للبشرة، خاصة في مكافحة حب الشباب وتهدئة حروق الشمس. ومن فوائده الأخرى تنشيط الدورة الدموية حول العين، الحماية من أشعة الشمس، مما يجعله واقي شمس طبيعي، تنظيف البشرة وإزالة مستحضرات التجميل، تبييض وتفتيح البشرة، تجديد خلايا البشرة وشد الترهلات، وتأخير علامات الشيخوخة من خلال تنشيط طبقة الكولاجين. ويقدم جل الألوفيرا الطبيعي فوائد عديدة للشعر، ومنها معالجة الشعر التالف، حيث يستخدم للحصول على شعر لامع وصحي، فهو يعمل على معالجة تلف الشعر وإعطائه الحيوية. يساعد جل الصبار في التخلص من القشرة التي تسبب حكة في فروة الرأس بسبب احتوائه على 20 حمض أميني تساهم في تخليص الفروة من القشرة والالتهاب الذي يصاحبها. يعمل أيضاً على تكثيف وتطويل الرموش والحواجب، وذلك من خلال مزج ملعقة صغيرة من جل الصبار مع ملعقة واحدة صغيرة من زيت الخروع، ويوضع الخليط في علبة ماسكارا نظيفة ويطبق على أطراف الرموش مرة في اليوم قبل النوم. وعلى الرغم من فوائده العديدة، إلا أنه قد يسبب استخدامه لفترة طويلة بعض الأعراض الجانبية، مثل هبوط السكر في الدم، تهيج الجلد والحكة، وألم المعدة والمغص عند استخدامه فمويا.